يقول السائل: ما منهج أهل السنة والجماعة في موالاة العاصي؟ وهل يجلس مع العصاة ويسلم عليهم؟ هناك عداوة خالصة وهناك عداوة ما هي بخالصة، من عداوة من وجه ومحبة من وجه. فالكافر والمشرك والمنافق هذا يعادى عداوة خالصة لأنه عدو لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرهم. أما المؤمن الذي عنده بعض المعاصي فهذا يحب بما فيه من الدين ويبغض بما فيه من المعاصي، تجتمع في حقه المحبة والبغض، يعادى من وجه ويوالى من وجه، يعني يوالى من جهة التوحيد وأنه مسلم ويعادى من جهة المعاصي مع المناصحة له لعل الله أن يهديه.